اهلا بيكم يا رزيع في حلقة جديدة ورياكشن جديد من دن دن ديربي ومشجعين توتنهام اللي منوريني النهارده. اوعى ايدك دي، اوعى ايدك دي. لا لسه ما تكتروا عليا ولا ايه؟ بقول لكم ايه، انا ما يغركوش صغير، ربنا ما يغرك، اضربكم كلكم. يا لهوي الماتش بادي سخن وبادي ناحيتنا. عمو مارك معانا النهارده لاول مره منور، كبير مشجعي توتنهام، ادهم جمعه اليوتيوبر الكبير، كبير مشجعي توتنهام، وعلي طارق كبير مشجعي توتنهام، وفاكرينه طبعا من الرياكشن المقرف اللي عملناه. جميع مشجعين توتنهام مش لوحدك، هم سته، انا جبت منهم نصهم اهو النهارده عندي في الاستوديو. بهزر معاكم يا جماعه في الاول عشان بيتضايقوا عم علي. انتوا ليه عاملين عليا بقى عداءات وكده يا عمو مارك؟ انت خلي بالك يا مروان النهارده، انا بشيل عليك، يعني ادعي ان انت تكسب. طب ادعي بس ان دي ما تخشش حد جاي. لا 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 يا لهوي يا تشكا، ايه ده بس يا مارك؟ ايه اللي جايبه هنا؟ ايه مالكش دعوه بقى جنب جد الغلابه ده؟ يا راجل يا راجل ضايق والله العظيم. منورين الدنيا. توقعاتكم ايه قبل ما نخش على المباراه؟ توقعاتك احنا 3 وانت 1. ده على اساس ايه؟ 3 1 بقالكم 12 سنه ما كسبتناش هنا. 3 1 3 1 ليكوا. ماشي يا عمو مارك. والتشالسن توقعي الوحيد ان الماتش مش هيخلص تعادل، حد هيكسب. يا ده يا ده مين؟ توتنهام هتكسب. طب بالله عليك يا سيدي، ارسنال هتكسب 2-1. ماشي. لا لا منطقيه، 2-1 برضه ارسنال. سهل. احنا تقريبا دي النهارده اخر مره تغني فيها ولسه اول دوري. بس حبيبي لو غنيتها بقى وانتوا حواليا كده دي تتاخد في كل حته كوميكس ومين. طبعا ده مش توقع، ده عشان انا قلقان ومش عايز اقول احنا كده كده كسبانين. الضلمه دي، الضلمه دي. انا اول مره بقالي سنين قلق من ماتش ارسنال، بقالي سنين. انا اول مره مشجع توتنهام مش قلق، اللي هو ايه ده، في ايه ده، في منافسه. انا قلقان جدا والله العظيم. 3 ده بجد والله. انا فاهم احساسك. انا طبعا بفكركم قبل ما نخش على الاجوان بقى والماتش يسخن براعي الرسمي الحلقات دي يا جماعه، وهو ابلكيشن سهوله. ابلكيشن سهوله ناس كتيره جدا بتسالني يا عم ادم عايزين نروح كاس العالم يروحوا ازاي. جايب لهم بكل اختصار حل سهل جدا. هتنزل ابلكيشن سهوله، الابلكيشن اللي ممكن تقسط عليه حاجات لمده 60 شهر. هتخش هتلاقي يا معلم البانر بتاع تريبتانزا جواه رحلات كاس العالم، هتخش عليه هتلاقي على طول رحله كاس العالم، هتختارها وتقسط براحتك. كل اللي عليك تعمله تنزل ابلكيشن، موضوع سهل جدا. او هتروح في اي مول هتلاقي السيلز تيم بتاعهم موجود، يحملوا لك التطبيق ويعملوا لك كل البيانات المطلوبه. يلا رزيع نزلوا الابلكيشن من جوجل بلاي او اب ستور، موجود في الاثنين. خشوا وسافروا كاس العالم، نتقابل هناك دور مجموعات او اي دور انت عايزه. ممكن تخش وتنقي رحلاتك عموما حتى لو مش عايز تسافر كاس العالم، كله موجود على الابلكيشن. هسيب لكم اللينك في الديسكربشن يا رزيع، موجود تحت عشان تنزلوا الاب على طول، او كلموهم على الخط الساخن بتاعهم 15227، موجودين كل يوم من 10 الصبح حتى الساعه 12 بالليل. بسم الله. يا ولد يا لهوي يا ولد يا هنرد اهو، رد خيسو. حرام والله يا ريتشارلسون بقى، معلش يبقى خد المنتخب. المسا ليه ده ما كانش ينفع المسا خالص، يبقى خد المنتخب. استنى بقى بعد الجول الاول. اوف سايد، اوف سايد، اوف. ايه ده، ايه ده، اوف سايد. هو بيقول لك بس ما تقلقش، هو بيقول لك سلام عليكم، ما تقلقش، ما تخافش، ما تخافش. بكرهه الواد ده قوي. سايد اوف سايد، انا بكرهه. ده عامل زي كده اخوك بابلو. بص واحده وايت في السما، والله في السما ابيض فعلا. واحدة لا 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 ريتشارلسون هو تاني، مش هيعمل حاجة ده. هو تاني يا اخي بقى، حرام عليك تاني يا اخي. يا اخي ما بنت اهو، لعيب صعب جدا رجالة. بس تنكروا ان احنا بقينا روزا لو فريق رخم؟ اه لا 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 الصراحة للأمانة بقى صراحة انتوا فوق توقع. انا ما توقعتش انتوا تطلعوا الصورة اصلا خالص، فوق التوقعات يعني خالص. انتوا لو كملتوا كده وصرفتوا الصيف الجاي توب فور يا جماعة. انا شايف ان التوب فور السنة دي سيتي، توتنهام، ارسنال، ليفربول. واحدة باردي اللي كنت بقول لكم عليه، كاكي 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 كاك بطا وزا بيدخل كاك. انتوا بتهزروا ولا ايه؟ احترم نفسك انت اول. يا حي يا حي يا عم كونتي، اوعى الباروكه تقع يالا. ايه ده؟ لسه 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 بدري. ايه زارع ده؟ لسه بدري والله. ايه ده يا عم؟ حفله وغيره فاتحه ولا ايه؟ دي حفله حفله لسه هو برضه ما عملش حاجه، راح رزعنا احلى جون في حياته. قول يا عم علي انا حاسه بطيئه قوي قوي يعني. لا يا لورس يلعن ابو الوحشه. هو هاري كين اللي وحش النهارده الصراحه. لا بس 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 ما تسخنش. ايه ده، مفيش حاجه لسه ولسه اول دوري. نور لولا، نور كابتن، نور ماركو. والله وايت اتبصح يا ريتشارلسون الشوطه يا ريتشارلسون. حرام والله. ناحيه ثانيه بقى ايمرسون. رجاله 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 رجاله. ايمرسون الريال ده وحش قوي يا مان، وحش قوي. ايوه كويس ان انت قلت وحش. طب فاول والله يا حكم، فاول يا حكم. معايا يا عم يعني ايه؟ معانا عايز فاول من هنا، احط جون على طول ده. واحنا هنفضل قاعدين كده في ام منطقه الجزاء عادي؟ انا مش فاهم في ايه. ما تخش يا عم انت وهو، خش اضرب. والله العظيم بطل يلا، بطل يلا.
بطل يلا. لا ماشي قوي يا جدعان. حلو. انا بقى ده ايه ده؟ ده مش لعبنا. 25 دقيقة ده عكنك ولا لا؟ اعترفوا يا عم. ما عنديش مشكلة. ايوه بس انت مش هتجريت انت ما عملتش حاجة يعني. هو اساسا لو عدها 100 مرة مش هيجيبها. عمره ما هيحطها كده اصلا. صح قوي. ايه ده دي مش كرة، دي مزيكا. دي تكمل بس المزيكا وايه ده؟ بص والله ما فيها حاجة، والله ما فيها حاجة، والله العظيم شايط الكورة. ويلا بيريسيتش احسن شوت. يا لهوي دي بتاعتك يا اخي، يا اخي دي بتاعتك. ده مع كرواتيا بقى. يا لهوي ايه ده السكة ده؟ يا لهوي ايه ده السكة ده؟ هايل يا بنت انكور بقى. ده اللعيبة السرجة يا سونيا حلوة. يلا صح 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 حلوة. ريتشارلسون يا ابن اللذينة. العب بقى مش كده بقى. ها حط. لا مش ممكن بقى لسه شوت. بلن ريتشارلسون اللي يحط. مش ممكن، مش لازم كل ماتش ضرب الجزاء، كل ماتش خرا، لازم نلبس خرا. حلو. ايه ده بيلن ما فيهاش اصلا. ما يعني بص ما افور لك فيها. غبي قوي يعني يا خرا، انت غبي قوي. حاسبها صدها. انا بعملها حاسبها صدها. انا حاسبها صدها. انا كمان. لا بص طول قوي. يعني امتى ضيع؟ طول قوي في ربطه الشراب. يا جماعه امتى ضيع؟ لا ضيع. معانا احنا لا. ده ما بيضيعش ابدا يخرب بيت. لا 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 والله انا مش مصدق. والله العظيم متوتر والله. لا طولت قوي يعني. يا جماعه انا ما فيهاش حل. لا ما تشوف اصفر يا كابتن. والله العظيم اصفر يا كابتن. هو ما جروش فين عمر خالد يديله هنا اصفر. لا يا عم جون يا عم. ما يا عم انا متوتر. هو ده بيزفت يضيع. ما رمزيل ما يصدها دلوقتي. حاجه تقرف والله العظيم. حاجه تقرف. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه تقرف. بسم الله بسم الله يا ابن اللعيبه. يا ابن اللعيبه المرود ده في نص الجول. لعيب ده اللي كان متوتر. ده احنا اللي متوترين يا جماعه. رد فعلنا السنه دي على اللي بيجيب فينا جون وحش. انا بلغت رساله. انتوا عايزين تسمعوها اسمعوها، مش عايزين خلاص. انا بس بنصحكم يعني. اتفرج كده على اي حد دخل فينا بعد مانشستر. بعد مانشستر ما تجيبش الماتش اللي خسرت فيه. الواد صليبه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده هو ايه الواد صليبه؟ هو ده مالديني ده ولا صليبه ده ولا ايه؟ هو ايه الواد صليبه ده؟ هو ليه تاني كوره يعمل فيها كده؟ يلا يا كين. احنا محتاجين تاني نشيد بدخلت سون. سون لعب بواحد على خمسه. سون يا جماعه فاق بعد لما كنت اداله واحده بيك. هتخش في الجول دول ولا ايه؟ هو ايه ايه يا بيريسيتش ده؟ ليه الغباء بقى؟ ده بيشوطها في الجول. ايه يا بيريسيتش ده؟ ليه يا سون بتسيبها يا جماعه؟ والله ما حد عارف له هو اشول ولا ايمن ولا اي حاجه. بيلعب بالاثنين. اه بس هو ايمن اصلا يعني. هو اشول اصلا. ايمن اصلا. بس هو عشان لعب باك ليفت كتير قوي. ايوه. فاهم؟ ولف جوين باك فالناس افتكرته ان هو ايه؟ اشول. يا نهار اسود يعني هو اصلا ايمن؟ ايوه. بالراحه. امسك الكرة شوية. لا 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 ايه ده؟ لا 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 شلون؟ اللي برا يا حمار. هويبرج اهو. يا جدعان انت ايه؟ طب انت ايه من قبل الجون بثلاث دقايق انت مش شايف؟ اه مهزوز. يلا 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 حلو يلا. لبسهم في بعض. ساكونيا لبسكوا في بعض. صليبة. انا خايف. سه سه صليبة. اللي خاف منه جابرييل مش صليبة. سه سه صليبة. اطلع بقى. سه سه. هو جابرييل يا عم. انا معلش انا بقول كده. بقول لك كورنر بتاعت ارسنال وتوتنهام الاثنين خطر. يلا راجل يلا. ايه ده ايه ده يا كابتن؟ ها اخبز. يلا دوس يا اخي. طب والاصفر يا كابتن بتاع اوضه كين يو. ايه ده هو ازاي؟ ماشي هديله اصفر. ماشي لا دي لو ما خدش اصفر ده يبقى صعب يعني. انا هاخد الاصفر. تعالى امشي تعالى. هي 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 هي. شكرا يا زينشينكو. ايه ده يا ابني ده؟ شكرا يا زينشينكو. طلعتها يا ابني. هو اللي زقه؟ والله العظيم في مليون باوند مصروفين غلط. بس اقول لك حاجه، ماتش حلو قوي 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 قوي. هو اوديجارد ما خدش انذار؟ انا مش فاهم ازاي. لا ده بجد بجد ما خدش انذار. انا هخش اشوفها. يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه انت فاهم. فول يا حكم. فول يا حكم. فول يا حكم. يا ابن اللعيبه يا كين جامد قوي. بينقلك نقله يا مان. يا جماعه وانت مضغوط لسه بيحط في ضهرك. لسه كان مرعب جدا. انت بتبقى في قمه الضغط. سيبك ريتشارلسون اكيد هيتخانق. كده كده النهارده كده كده متاكد ان هو هيتخانق. وهو اللي بيتخانق اهو. الله يا ابن اللعيبه يا بنزيتش. تبقى مشكله كبيره لارسنال اللي جاب جول قبل الشوط الاول. ايوه عض يلا. ايه ده يلا بقى يلا بقى. فين سون؟ اجري يا سون. اجري. انت ليه يا سون واقف؟ يا سون ما تجري. فاول 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 فاول. يا ازاي يا كابتن؟ هو الواد ده ما تحسبش عليه حاجه يا جماعه. العبوا برجوله يا راجل. حرام عليك ده عم عمال يقع في رجله. معلش الدربي عايز كده يا علي. يا ابن اللعيبه. يا لهوي برازيلي واصفر. يا لهوي انا اصفر صبا. انا اصفر صبا. عارف دي زي الكوره بتاعت ايه؟ بتاعت تشيلسي. الكوره اللي لبسها كوبري بتاعت سبورتنج. بالظبط بتاعت سبورتنج. مش ممكن. هو وروميرو ورا بعض. يا لهوي يا لهوي. هما الاثنين برضو. يا لهوي يا عم. هما الاثنين برضو. حط بقى حط بقى رقص
الفريق. ما انت عارف المشكله في ايه؟ فكره التحليق الاوفر ده. اميرسون وروميرو الاثنين اترقصوا بنفس الطريقه بكوبري. بس الواد خيسوس بيعمل. لا بس انت شفت روميرو؟ لا ماتش سبورتنج. لا خيسوس ماتش سبورتنج. ما انت المفروض تقراه يعني انت كمشجع عارف الناس دي بتتفرج على الماتشات. تبقى خطر يا علي. سحر برازيلي. خيسوس بيلعب لك على الرجل الثابته مع لا ده روميرو كمان بيعمل حاجه وحشه قوي. بيقف وقف خالص. ايه يا عم وعمل مصيبه اكبر. هو اترقص نفس في نفس الكره بتاعت اميرسون يا سيدي. هو اترقص اقف انت ضغط تادو كاكو يا عم سيبنا كاكي بس واحنا بنحترم نفسك. ماشي اتقل علي عشان دلوقتي هتاخد واحد. دلوقتي علي هتاخد واحد. دلوقتي علي هتسمع صوته. معلش هتسمع صوته. ولا حاجه ولا حاجه. حاسب يا حاسب. ده ايه ده حاسب ده لسه إيه؟ يعني هتعمل ايه؟ ايوه خلص بقى. رقصت الفريق كله خلص بقى. هو مين ده؟ ده مارتينيلي. ولا يا مارتينيلي برازيلي. ايه يا عم هو صليبه ده؟ ايه يعني ده مالديني؟ طيب ايه صليبه ده؟ صح يلا والله العظيم يلا صليبه. هو ايه ده؟ لا هو احنا والله مسهلين عليكم الماتش. ايه مارتينيلي عمال يعمل كده؟ ايه عمال يتمشي؟ دي حاجه وحشه يعني. انا معرفش هو جايب الطاقه. انا مش قادر بقول لك هرقشكم الشوط الثاني. عودة مرة أخرى إلى الشوط الثاني وأنا متفائل. لا أنا مش متفائل. أيوة صار إيه بقى؟ ده روميرو. إيه ده؟ ده روميرو. إخمد ده روميرو يا أخي بقى. مالديني. ما أنت مسك فعلا. مالديني مش ممكن يا أخي. تاني لا أنسى بقى. أنت هتطور. أنت خفت ليه من مين اللي خفت ليه من الحفلة؟ بنتنكور عشان هو اللي كان غلطان في الأولانية. خفت ليه من الحفالي؟ سكا جود 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 جود. برازيلي واسمر أراسو صبا. برازيلي واسمر أراسو صبا. نورس مش ممكن. لا وحش وحش قوي. برازيلي واسمر أراسو صبا. خيسوس يا خيسوس يا خيسوس يا خيسوس يا خيسوس. ايوه يا ولا ايوه ولا حي تيتي فوق يا ولا. بس ملعوبه من خيسوس. صدفه ملعوبه من خيسوس. صدفه والله. بص نورس كل ده وصدفه. كل اللي سكة عمله ده وصدفة. ما هو عشان يا لهوي يا سكة. ادي واحد ادي التاني وشاط وخد ولونجيه واصرف فلوسك يا عم. يعني انت واحد بيرزعها في ايده في رجله ما هيطلع على الجنب يا اخي. لا وروميرو بيعمل يا لهوي يا ولد يا ولد يا لهوي يا لوريس. برازيلي واسمر يلا. لا لوريس ده نفو ايه؟ ده كرة ضعيفة جدا يا ده نفو ايه؟ ايوه ارتيتا ولسه اول دوري. هو اصلا ما توقعش ده ارتيتا ده اهبل والله. ولسه اول دوري. لا 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 احنا كل ماتش مع بعضينا يا شباب. التشكيلة الحلوة دي ان شاء الله. طب ايه ده بس لسه بدري. ماشي جول جول يلا يا هوربي جول. هاند بول بيلن تاني يا حبيبي. بيلن بجد ولا موت. بص والله العظيم ما في حد بيعرف يعدي. لو دخل معاك صليبه دخلت في مفتاح ابن كلب. ده انت كور حتى كده باشا ما عداش. كنت ما تزعق كده اشخط فيهم ولا حاجه. ايوه لا بصراحه اشخط يا كنت. ايه ده ده شغل برازيلي فاهم. احنا نفضل نحلق لحد امتى؟ ايه ده برازيلي وابيض. لا عليه. طب من الاول بقى يعني انا ليه اوصله اصلا للحته دي؟ روميرو برده الكره مش ممكن. الجون والله حرام عليك. والله العظيم بتكاكو كده بتكاكو من الرعب. طب خد بالك احنا ما نعرفش طلع كوره من ورا. كل كوره بتطيحها بترجع لارض. اهي خيسوس حط التالت وخلصنا. بره يا لهوي يا خيسوس حط في الجون فاضي. بجد اميرسون رويال ده بجد بيفكرني باحمد غانم. مفيش باك رايت يطلع يضرب الضربه دي اصلا. بس الحواري حلق يا حبيبي انت. طب والله العظيم بينالتي. شوفها يا حكم. فيها والله العظيم بينالتي يا عم. فيها يا جماعه. فيها والله العظيم بينالتي. فيها والله العظيم ضربه جزاء يا جماعه. ما لمسوش اصلا. والله العظيم ضربه جزاء زي اللي انت خدتها يا علي. زي اللي انت خدتها. والله العظيم رجل في رجل. والله ما في. والله رجل في رجل. لا 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 واحده برازيلي واحده برازيلو. لا بقى التالت بقى التالت عشان ناخد التلات نقط ونشوف بقى المصيبه اللي جايه. الماتش ده ممكن يخلص مثلا 3-2. سون يا اخي بقى يا لهوي. كل انت عارف المشكله في ايه؟ ان انت دايما بتحط الجون وبتبقى راكب ورجبت بعد الجون 10 دقايق وانت بعد كده بتقف بقى في نص ملعبك وبتستناهم يهاجموك. ما تلعب يا عم الكوره عادي من الاول. شادر البريس ده لا والله العظيم لما ارسنال تعمله لازم تستناه. اي فرقه هتلاقيها بتعمل كده. اوف بنفس جون بالظبط برينفورد نفس الجون. انا فرحان بفريق. لا انا اصلا عشت وشفت ان ارسنال كمان عندها حلول على الدكه. انت متخيل احنا في الدقيقه 60 والصراحه ارسنال لسه يبقى كسبان. بص مالديني ابن اللعيبه يا كين. والله بص مالديني مين ابن اللعيبه يا كين. اه والله ان هو بنوت كين بيتاكل كده. مش هينفع نكمل كده. صح 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 كده مش هي صح قوي. احنا فاتحين بالزياده والهجمه المرتده بتبقى رخمه. ايوه يا جماعه انا بقوله هم لعبتهم الضغط. لا يا اميرسون بقى برازيلي وابيض بجد. لا 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 ايه يا اميرسون القرف ده. فرصه ان انت تضغط تاخد الكوره داخل يضمر. لا احمد صح يا مواب احمد فيها بنفسجي دي كمان. ايه ده ايه ده ايه ده هيديله احمر.
ايوه يا جدعان ايه احمر ايه يا جدعان تنشي سبريت لا يا عم طبعا تقريبا. لا طبعا يا جدعان كسر له رجله تقريبا اصلا هو اتطرد يلا يا حبيبي يلا مع السلامه لا باين قوي قوي هتعمل نوش ايوه يا معلم داخل يا جماعه ده ما طرد ايه والله دينجرس بلاي يا علي حرام عليك بص يا علي اهو حرام عليك حرام عليك يا مش احمر مش احمر مش انتندد يلا بالسلامه بالسلامه عارف قمه الغباء قمه الغباء ان انت كوره انت زنقه فيها اصلا تمام تاخد فيها طرد 3 على 1 بتاخد في كوره زي دي طرد الف مبروك يا عم اطلع بره يا اخي شغل برازيلي خالص الف مبروك اهو اطلع انت غبي قوي يا اخي ايه ده قال له واحده كده يا رب بس يعني طز في الطرد انا مش عايز الواد يتكسر الواد ده لو اتكسر بجد هتبقى مشكله يا رب يا رب يا رب دي هتفتح دلوقتي فتحه توقعه صح لحد دلوقتي انت قلت 2-1 علي الارسنال صح انت مالك التوقعات ولا ايه اوف يا ساكا لو جت يا ابني لو جت يا ابني على اللي هعمله يا ابني اهو التالت اهو التالت اهو التالت اهو التالت اهو التالت اهو منور يا عم ماركو والله حقك والله برازيلي واصفر ارقص وصبا برازيلي واصفر لا حاجه تضايق بجد حاجه تضايق ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا جماعه انتوا مالكم مكتئبين كده ليه جمهور توتنهام العظيم ماله ما ايه ده ايه ده ابتسم كده النار كره القدم معلش بتلعب فريق كبير ازيك يا علي يا طارق ازيك يا علي يا حبيبي ماشي منور والله والله منور الدنيا نعمل عليهم سكور يا جماعه فيها سكور النهارده يا سكور على علي فتحت 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 بص الملعب واجواء اقسم بالله اول مره احس ان احنا في هايبري تاني اوف نزل الارتكاز اتنين باكات قال لك انا هامن نفسي ها اي حاجه شو طيب ده كان زمان يا عم كين لما كنت بتلاقي لويز ومصطفى زمان يا عم كين كان بيعمل كده يا عندي من لويز بيعمل كده مصطفى يقع على ودنه انا اللي مضايقني الماتش باظ فاهم يعني الماتش كان ممكن يبقى احسن يا جماعه احنا بناخد طرد في كل ماتش قدامكم مش بنقعد نقول الماتش باظ بنقول ان ده غباء من لعيبتنا وبنخرس ماشي انا بقول لك ان الماتش باظ بسبب اللعيب غبي بس انا ما اتكلمتش ماتش ماتش جمهوركم بيضحك علي ايه علي الموقف ده يعني خلاص يا عم لا لا بس خرس الصراحه خلاص ده انا هتشتم عندكم في الجروبات النهارده حد مقول يا بس هم قالوها لي قالوا لي انت كنت خفيف عليه قوي والله العظيم في ماتش السنه اللي فاتت خفيف قالوا لي والله انت كنت طيب بس هو الصراحه محترم قوي هد كان محترم بزياده بزياده انا لم يكن يعرف انه هيجي وهيشيل 3 ومش هكون رحيم بيه مهاب بعد اذنك محدش فيهم يمشي دول ضيوفنا كل واحد يجي له وجبه فراخ وينجز يتغدى قبل ما يمشي عشان اكرام الضيوف واجب هات لي علي بس فراخ سبايسي كمان هو الخرم اللي في الحيطه ده ايه الخرم ده المدفع المدفع ضرب في يا سلام يا سلام المدفع بايظ انا بكرمك وبقول لك انا بقول لك خلي بالك بقى محتاج ترمم بس حقه كسبان ما عنديش مشكله طب احسب بس هي صعبه بس يلا داير هشوف سيبها الكيمياء داير بلاش عك الله دي خلصت في البلاي الله على الحلم العربي اللي انتوا حلمتوا بيه كرة المقاولين انا ما حلمتش حاجه والله العظيم دكر يلا دكر لعيبه الدكوره صح صح قوي خصوص طالع عشان انذار عشان انكيتي عشان ليفربول يا حبيبي عشان انكيتي عشان عندنا ماتشات تانية خلاص بنفكر عشان الفنان اللي انتوا اديتوا له رقم اونري وطلعتوا السبب تجديده انكيتي الطريقه طيب واحده كمان واحده من الكاميرا واحده من الكاميرا انكيتي تاني كده الرابع هيجيب الرابع على بس هو حلو قوي قدامنا عشان جاب فينا جول انتوا فاهمين انا جوايا ايه دلوقتي وانا سامع جمهور توتنهام تعالى نتكلم حواليا محدش عارف يوقعني اللي يوقعني يكلمني ها يا حارس ويد انا طمعان قوي في الرابع ليه طب يا مارتينيلي ليه ملاش لازمه برضه النبي النكد كده هو القرف ده في وشك يا اخي ايه القرف ده والله تلعب تلعب خماسي لعيب عايزه تجيب الجول بتلعب يا ابني انت رايك ايه بعد اول اختبارين ليك في الدوري الاثنين كنت اسوأ فيهم من بعض تشيلسي وارسنال فرق كبيره انت صفر تشيلسي فضلت مكمل وعرفت تخطف التعادل ماشي بس كنت وحش قوي ماشي يعني بس طلعت توخيل لعب عليك ماتش يومها وتشيلسي انت عارف سيبك من النقطه وتشيلسي كعبه عليك دايما عالي مهما كانت الظروف دايما تشيلسي كعبه عليك عالي فنقطه من ستانفورد بريدج شغاله انما انا شفت النهارده ده سون بيتدلع كين على قده ريتشاردسون بيفرج لكن مفيش ان برودكت عدل مش عارفين الاحساس الاول ده بيبقى عامل ازاي يا جماعه حاجه كفايه دوشه بقى حاجه خطيره يا عم علي كفايه دوشه بقى تبعت فوق كده فاهم بص على الناس من تحت حاجه في منتهى كفايه دوشه جمهورك روح قال يلحق المترو يا لهوي يا يلا احمر تاني يا ولد ايه ده ايه ده ايه ده واضح ان دي منطقه مثلث برمودا الرابع يلا الرابع بقى عشان زهقت بقى لي فتره ما جبتش جوان والله يجيب الرابع والله يجيب الرابع عشان الفرقه دي تفوق والله احنا فرقه كبيره انتوا بتلعبوا النهارده توب توب تيم يلا توب تيم اول دوري يا ولد صعب الموضوع صعب لعيبه عايز تعدي باختبار كده عرفت الشخصيه والله This is Emirates you come here you don't get 3 points ايه ده ايه الرعب ده انا اتمنى ايمرسون ده ما اشوفوش في لاين اب تاني الرابع الرابع ايه ده الرابع انا خايف رعب اقطع اقطع اقطع
اقطع والله عبيط اقطع. ايوه مش ممكن. اي لهوي صليبه ايه ده اداله كوبري هو صليبه يا جدعان بيلبس كوبري عدت من تحت رجله والله العظيم لبس كلوات كوبري صليبه عدت بس مش قصده شفتها انا الكوبري يا لهوي علي لا هو عندنا ده بيتدلعوا ده صفحه ارسنال النهارده هتنزل اغاني عمرو دياب وانت هتدلع وهندلعكم النهارده على السوشيال ميديا. والله يا ارسنال دول محترمين مش عايزين يجيبوا الرابعه عشان ايه نايس اوفر يا ابن الاسيست دي المعنى الحرفي للمكاكا والله العظيم كلها مكاكا النهارده نورتوني والله يا شباب حقيقي يعني كل سنه تعالوا خدوا ثلاثه هنا زي ما انتوا تحبوا يعني لا انا ما جيتش انا السنه اللي فاتت اديتك ثلاثه يا انكيتيا هات لنا بقى الفاول الاخير ده عشان نختم بيه قبل اخر فاول بفكركم ارزيع نزلوا سهوله ابلكيشن سافر كاس العالم بكل سهوله حمل التطبيق وسافر الى كاس العالم بالتقسيط وريح نفسك على الاخر بفكركم كل اللينك في الديسكربشن وبص على علي الجنده اوف الله العظيم خفت صفر يا جدع مش ناقصه نكهه يو ويلكم مستر كونتي يا ريت تكون انبسطت معانا في ملعب الامارات لاول مره اتمنى وجودك دائما وابدا وانتوا كمان يا اصدقائي ماتش العوده تنوروني يكون احنا لسه فوق قوي وانتوا في صراع بقى المركز الرابع والخامس والحاجات دي عايز تقول حاجه مارك قبل ما نقفل نورتني لاول مره بس يا حبيبي انبسطنا النهارده بس ايمرسون رويال ده احنا كده الفوره ما بيننا صعب الفوره ما بيننا كام واحد واحد الماتش الاولاني كان كام ثلاثة انت بتعد بالاجوان ولا ايه اتفرج على جمهور توتنهام وانت قرر بقى ايه اما ادومه كالعاده دايما بس كده ما بيننا وبينك واحد واحد يا جماعه بمناسبه ان توتنهام نفرح كابتن جمعه على الاقل القناه عنده وصلت 100,000 بنبارك له ونوصله بقى النهارده يا جماعه 150 160 هسيب لكم برده اللينك بتاعه في الديسكربشن خشوا مصوا على الراجل واتفرجوا على احلى كونتنت لفيفا 23 مولعه الدنيا على الاخر احنا ممكن نلعب فيفا 23 ونغير بقى الموضوع عشان شكلكم اكتئبتوا تمام كفايه رزع قوي هخلص عليه لحد كده